شكرا والتحية للزميل هشام الخالسي واستوديو المباراة، مباراة دوري أبطال أوروبا الواجهة والماتش الأخير قبل الانتقال إلى لشبونة، مسرح معركة دوري الأبطال 2020 في هذه الظروف الاستثنائية مع الكورة ومع العالم. كرة القدم تقودنا إلى استاد الكامب نو في وجود إف سي بارسلونة نادي الدار في مواجهة البارتينوبي نابولي لاتزوري من أجل المقعد في الربع النهائي دوري الأبطال. جاتوزو إل جلادياتور في مواجهة ستيان. العالم العربي الآن يعيش على إيقاع كرة القدم في الساحات العامة، في المقاهي، في البيوت، ولكن هناك الشعب ممكن مستثني في هذا الظرف، هو الشعب اللبناني الشقيق العاشق لكرة القدم، المتيم بالفوتبول بتشجيعاته لبرشلونة والكرة الإيطالية. ممكن نفتقد جزء كبير من عشاق المستديرة في لبنان في هذا الظرف الصعب، وكما قالت الأغنية الشهيرة: بشمالك بجنوبك بحبك يا لبنان. الانطلاق إلى القمة، الانطلاق إلى السهرة، الانطلاق إلى المتعة، إلى الانطلاق إلى الفيفتي فيفتي. إف سي بارسلونة ضد سبعة في البيريو مع ميلان، خطيرة وكرة صعبة وسط الدفاع مانولاس، وخطيرة الهدف الأول. أوه يا مرتيس ماذا دارت؟ قلت لكم هي مباراة الفيفتي فيفتي، لا تتوقعون سهل أمام هذا روح الإصرار وأمام غياب بوسكيتس. هبط سيرجي روبرتو في وسط الميدان لأنه في جهة سميدو فما الوحش، أفضل لاعب في إيطاليا الآن أريد دوري الأبطال. هنا كرة خطيرة استعمل إشتيغان، نابولي مرعب، نابولي عليه استثمار بارسا، والبارسا خطيرة، ميسي ليونيل وكورنر للبارسا. شو التوزيعة، مراوغة خطيرة، يلعب الكرة يركنها بعيدة، ضاعت الكرة من زيلينسكي بقطع النظر على الأوفسايد يا سيلا. البرسا ما يطمنش والكرة تمشي عن طريق الهجوم، نرجمه مع الكوتش جاسبريني وفريق باريس سان جيرمان. 92 2-2 مع بيس من دوفان، يضل 1-0 للبرسا، 1-0 للكتالوني عن طريق الفرنسي لونجلي بالراس، بتيت بتيستا، 1-0 لفريق برشلونة. واحد يا أرتورو يا فيدال، واحد بلاش البرسا، نابولي يهدر كرة، ضيع ثانية، الارتباك، ارتباك بخطأ، وتسديدة تأتي والثاني كانت كرة من إيفان راكيتيتش. برات انهاء الكاليفيكاسيون بالنسبة للفريق الإسباني، ارتاد المادريغال على الفياريال بالرأس، ترفع من الدفاع حتى الهجوم عن طريق الهجمة وخطأ، خطأ لفابيان رويز. نعم هو الإسباني ممكن ميسي، ميسي العرضية على القائم منطقة الجزاء. هذه هي صورة الهدف، 1-0 بكرة رائعة عن طريق لونغلي. طبعا ميسي، ليونيل، 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 ليونيل والثاني، ليونيل والثاني، ليونيل والثاني، كاسر عظمهم ليونيل، كاسر عظام أندية الكالتشيو. يبقى برشلونة، البرسا إلى لشبونة، وستيتيان يتنفس السعداء. انهار نابولي بانهيار اليوفي، وانهارت اليوفي ثم انهار نابولي. العبرة بالخواتيم، بداية كرة الثالث، كرة الثالث، الثالث، والحارس بارم على مارسي في 99، خطيرة فرصة الحارس اشتاق، كرة تلعب تمشي الكرة 2-1 تفتح المباراة، عودها له، اعطيه له بار. إيطاليا شفنا تراجع كبير، الثالث، 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 نابولي خسر في مناسبتين كرة توزيعة، وميسي، ميسي جول، ميسي جول، ميسي جول، ميسي، 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 صبح عليكم، مس عليكم، اقتلكم، وانا لقاء المقاومة الإيطالية، خلاص 3-0 في نصف ساعة. هذا هناك الهدف، الهدف يلغى في لمسة يد، ترجع 2-0، ترجع 2-0، نو جول، نو جول. سأراجع معكم الأرقام بعد لحظات، أودعكم من هذه الأرقام. باريس للثالث، الثالث، الترسيرو ديل بارسا، خلاص أطلق البيستوليرو رصاصة الرحمة، ريح ارتاح، خرج ميسي كيكي، خلاص البارسا في الكوارت دي فينالي للموسم 13 على التوالي 2008 2000. يتقدم قدام اشتيغان، انسينيغول، الهدف الأول لنابولي،
الهدف الأول لنابولي، 3 بارسا 1 نابولي. حاول يرجع الروح جينارو جاتوزو، يكمل اللاعبين يحكي معاهم ولكن صعبة.